بهالحالة أنا محظوظ مثل لكشمي عمتي، لأنه الحقيقة أنا عم فكر مثلها تماماً، إنه يلي عمل كل هالشي هي ماليشكا. قولي لي شو رأيك بهالكلام؟ أيوش؟ أيوش؟ شو عم؟ أنت ما سمعت شو قلت لك؟ طلع على حالك أيوش، شوف حالك كيف عم تحكي، ولا كأنك فرد من هاي العيلة أبداً. بس على فكرة لسه معك وقت، فيك تستخدم عقلك شوي، لأنه بالفترة الأخيرة لكشمي عم تأثر عليك كتير. اسمعي لكشمي، بنتي ما إلها علاقة أبداً بروحة هالحكيم، لأنه هذا الزلمة فجأة إجا اتصال ضروري من بيته لأنه حفيته وقعت من التراس، مشان هيك راح الزلمة. لحظة بس، خليني استخدم عقلي. عرفت؟ طبعاً بعد ما أخذت بنصيحتك واستخدمت عقلي. عن جد بيزعل اللي صار لحفيته، عن جد غريب، بس كيف عرفتي؟ أيوش، لأنه هو بعت لي رسالة. أيوة، خليني أشوف الرسالة. أيوش، خلينا نشوفها، ورجيني شو عم يصير. أنت قصدك تقول إني مو صادقة مزبوط؟ عم تشك فيني أيوش؟ لا أبداً عمتي، ما عم شك فيكي. أنا ببساطة عم أطلب منك نتأكد من الرسالة، لأنه الحكيم بصراحة طريقته وأسلوبه بيخلوا الواحد يشك. فرجينا الرسالة عمتي، يلا. أيوش، أنت ما سمعت شو قلت لك؟ كيران وماليشكا مستحيل إنهم يتصرفوا هيك تصرف سيء، ولا حدا هون ممكن يخطر بباله يعمل هيك. أنت جنيت، هذا الشيء مستحيل، بكفي لو سمحت وقف. خالتي أكيد أكيد أنا بدي إنهي هالموضوع أصلاً، بس قبل لازم تورجينا الرسالة لنتأكد، وساعتها بتنتهي القصة وأنا بسكت. صدقوني، هاتي ورجينا رجاءً. وينها الرسالة؟ شر هي الرسالة؟ بس استني لحظة، خليني ارجع استخدم عقلي. عجبتني هالطريقة، كتير مفيدة على فكرة. خطر لي سؤال جديد، فهمت انه الحكيم بعت لك رسالة، بس الحقيقة يلي ما فهمته كيف معه رقمك؟ يعني ما في حدا من العيلة معه رقمك، كيف هو معه؟ يا انتي مو عطيتي لحدا، بقى من وين جابه؟ يعني حقنا نفهم، صح؟ صحيح. صح، لاني انا عطيته رقمي اليوم وأخذت رقمه، لأنه رفيقتي بدها تعمل مراسم ومحتاجته، مشان هيك اضطريت أحكي معه وأخذت رقمه، وكان رح يتصل فيني اليوم لحتى يعطيني موعد. وأنا ما كنت بعرف إذا هو محتال أو صادق. بس يعني هو محتال، مو بس محتال ومجرم، هالزلمة مجرم، مو بس هو، هو وشريكه كمان. وإلا كيف ممكن تتكهرب لكشمي لو هو مو مخطط لهالشي؟ أيوش شو بك أنت؟ أنا عم قلك ما بعرف إذا هو كان محتال أو لا، أنا ما بعرفه. ما بتعرفيه؟ طيب، بس أيوش بس أنت كتير زودت، لا تخليني إزعل منك. ولك شبك أنت، مالك عارفان مع مين عم تحكي؟ شبك؟ هدول كيران وماليشكا، وأنت بتعرف أني بحترمهم وبقدرهم كتير، وأنا ساكتة لهلأ لأني بحبك، فهمت؟ خالتي بس اسمعيني. بس أيوش، ما بدي اسمع ولا اي كلمه، بكفي. بعدين اللي رح يعرف مين اللي عمل هيك هي الشرطه، مو نحن. هالموضوع مو شغلتك ولا شغلتي. وهلا تعال هون وقعد معنا لشوف. يلا ايوش. كيران، ماليشكا، أيوش، أيوش غلطان، هو مو عارفان شو عم يعمل. لا تهتموا لتصرفاته، تعالوا خلينا نكمل. يلا شوفي. ولا شي ريشي. أمي تعال، بدنا نكمل المراسم. يلا. في لي طلب عندكم، هاي المراسم بتخص أبي، لو سمحتوا احترموا هالشي بلا مشاكل رجاء. أنا ما عاد بدي مشاكل أبدا، ركزوا بالمراسم وبس. لكشمي مو معقولة عن جد، رغم كل شي عم بعمله وكل جهودي لسا ما في ولا شي عم يزبط معي.
بقي شوي والمراسم تخلص. تفضلي وزعيهم على الكل وهيك بتكون المراسم خلصت. ماشي. لكشمي اجتني مكالمة، خدي لي اياهم على الغرفة. ماشي؟ ماشي. الو، اللي حكيم كل شيء مشي تمام؟ طبعا كل شيء مشي تمام، ولا تقلق المشاكل بتصير عند الكل. مزبوط هالحكي حكيم، معك حق 100%، هالشي بصير بأحسن العيال، شكلها عينه صابتنا. بس يا حكيم أنا بدي أتشكرك كتير، مراسم كانت ممتازة وحضرتك عملتها من كل قلبك، يا ريت تقبل مني هذا التبرع الصغير. مو معقول. لك أنا متأكد إنه ماليش كألاقيد بي اللي صار، بس ما عندي ولا دليل ضدك، كيف بدي أثبت هالشي؟ حدا يقول لي شو لازم أعمل بهالحالة؟ لاكشمي، لك معقول بدها تقتل لاكشمي؟ ما عم صدق إنها حاولت تقتلها وكل هاد قدام عيوننا كمان. مو معقول. لحظة شوي، إذا هالمرة حاولت تساوي هالمؤامرة ضد لاكشمي لتقتلها، كيف بدنا نتأكد إنها ما ترجع تعيدها؟ شو اللي بضمن لنا إنه هالشي ما يتكرر؟ حتى ممكن. مو معقول. لا 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 لا، مستحيل يا رجل، مستحيل. لاكشمي تحملت كتير، هي تحملت بما فيه الكفاية، لهيك ما عاد اسمح إنها تتأذى أبدا. عمو لا، شو عم تعمل؟ أنا رح ضب، أنت ظهرك بيوجعك، لازم تريح حالك. وإنتي بنتي شو مشان وجعك؟ إيه؟ بدي أقول لك شغلة بنتي، أنتي قوية وكتير كمان، صح ماما؟